الجزائر العميقة والزميلة شهرزاد ينون. شهرزاد مساء الخير. مساء النور العربي، أهلا بك، أهلا بكم مشاهدينا إلى محطاتنا المحلية ضمن أخبار الجزائر العميقة. تنمويا، حاجة ملحة لغاز المدينة يعرب عنها سكان أعالي الشريعة بالنظر لطبيعة المنطقة الباردة لوضع حد لمعاناتهم مع قارورة الغاز. انشغال تسعى شركة نفطال إلى التكفل به والتخفيف عن المواطن القاطن بمثل هذه التضاريس الوعرة. كريمة لشمط. الشريعة بقدر جمال مناظرها، بقدر قساوة العيش فيها، في ظل غياب متطلبات العيش الكريم بها، على غرار انعدام مادة الغاز الطبيعي بمساكن قاطنيها، وإن توفر غاز البوتان تعثر. 25,000 أنا نشريه من حانوت، ما نكذبش على اختي. ومن الحانوت ومن الكاميو؟ الكاميو 20,000. اه 20,000، والكاميو احنا ما نشوفوش كي يجي. على حسب الفاميليا، ماشي كيف كيف، اللي يجيو ملتا، احنا تاع الشريعة نبيع لهم 20,000. هاي المرأة هنايا قالت لنا. لا ماشي عليا، لا ماشي عليا، بالك على هذا. احنا الحل تاعنا في الغاز دو فيل. طق سبحان الله 70 كيلو على العاصمة وما كان عندناش الغاز وبلاصة نيسيسير أوليو اللي يكون الغاز لتحت نومامو هنا يكون الأول. واقع يفرض التساؤل عن الخلل، خاصة بعد تسطير مشاريع تنموية بالمنطقة في السنوات الأخيرة. كنا قمنا بدراسة وعودناها، ما كاش خلل، هي دراسة تأخرت نظرا لظروف تاع المنطقة، التضاريس، ومن بعد جات لوبيراسيون هذيك تاع لي جيل، لي زوبيراسيون نون لونسي كاع قاسهم لي جيل تأجلت. رانا نستناو غير الغلاف المالي من أجل الشروع في عملية الإنجاز. مشهد ترسخ في يوميات سكان الشريعة، تحاول مؤسسة نفطال جاهدة تعويض حاجتهم لهذه المادة في تحد لتضاريس المنطقة. شكرا نفطال بزاف، على كل حال احنا بزاف المسافة، يقول لك عندك شريطة باش تهبط القراقات، ما عندي شريطة، أنا كتفيه هي شريطة. هذه المناطق يتم تزويدهم بعدة قارورات من الغاز كمخزون أمان، هذه القارورات تتجاوز تتراوح بين 210 الى 630 قاروره على كل مستودع. هذه العمليه هذه اللي دارينها في بليده فيما يخص المناطق المعزوله عممناها على المستوى الوطني. المناطق المعزوله على المستوى الوطني 109 لما فيهمش نقط بيع، وانما احنا رانا موجودين. وتبقى مؤسسة نفطال حاضرة للتكفل بتزود ساكنة بلدية الشريعة عبر مناطقها النائية بمادة غاز البوتان في انتظار إيصالهم بمادة الغاز الطبيعي، وذلك تجسيدا لمخطط الحكومة الرامي للتكفل بالمناطق النائية خدمة للمواطن حيثما كان ومهما كانت حاجته. في الشأن التنموي دائما وبولاية سيدي بلعباس، مصالح الري تتخذ إجراءات استباقية استعجالية لتدارك العجز في التزود بالمياه الصالحة للشرب. طاهر بلعيدوني. عمراني لمدن وبلديات سيدي بلعباس، احتياجات الولاية للمياه أصبحت تطلب المزيد. وهذا الأمر هذا رانا فصلنا فيه مع الوزارة الوصية، ورانا ندرسوا في لا فاريونت لا بلو اديكوات، يا يعني نجيبوا من تموشنت او لا من رونفورسو من تلمسان، ولا نزيدوا رونفورسو من الشط الغربي باش نزيدوا يعني، وخاصه في الجهه الشماليه لولايه سيدي بلعباس. اجراءات استعجاليه تاتي في وقتها، وشح الامطار قد خفض بنسبه سد صارنو، السد الوحيد بالولايه. حاليا رانا نزودوا من 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 السد سيدي عبد اللي بولايه تلمسان، وين يعني الطاقه يعني الامتلاء تاعو راهي ناقصه، راهي اقل من 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 45%. وللاستفاده من هذا السد تم فتح هذه المحطه لضخ المياه لبلديات وتجمعات سكانيه محاذيه له. لقد تم انجاز هذا المشروع، وهذا الهدف الأول، وهو تزويد بلدية سيدي حمادوش بالمياه الصالحة للشرب، وتدعيم بلدية عين البرد بالمياه الصالحة للشرب، وفي المستقبل القريب تزويد قرية الدلاهيم التابعة لبلدية سيدي حمادوش بالمياه الصالحة للشرب. المكاين خير. قال مثال دوجور النهار الثالث يطلقوا الماء. مخطط قيد الدراسة يرمي إلى التزود بالمياه من ولايات مجاورة.
ضمن التحقيقات التي يجريها التلفزيون، نقف اليوم عند ما يروج له من استعمال لمنشطات النمو في شعبة الدواجن، ولعل أبرز ما أسهم في هذا الترويج التهاوي الملحوظ في أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة. تحقيق فؤاد أحماني. الدجاج في متناول الجميع بأسعار متدنية، ما أثار شكوكا حول هذا الانهيار المفاجئ، والذي تزامن مع إثارة موجة من التساؤلات والتي روجت في وسائل التواصل الاجتماعي حول السلامة الصحية لهذه الدواجن ومصدر إعلافها. لا لا لا، من بكري يقولوا يدوبيو، مسا سارت هذا الوقت الحالي الاخر هذا، ولا ويقولوا بلا راهم يدوبيو. سي ديري المار، انا ما شافكش ديري المار، انا نعرفوا هذا باللي عنده سيرتيفيكا ومشي عليه كونفيونس. تنجم تفيق الهمام في الكول تبدل، تبدل الكول، جاجة مواسية وجاجة نورمال، هاتورا ماشي كيف كيف. شعوت هذه شعب كما يحبطوا الجاج يديروا له هكذا. على كل حال حكاية الهرمونات هذه ما لقينا لهاش صديق محل. هذه الهرمونات هي باهظة، باهظة الثمن، وحنا صديق الدجاج عنده فترة قصيرة للتربية، جو با يفون يتيليزي دي هرمون اللي يسقموا لهم ان بري اكزوربيتون، ما جني كرو با سانسيرمون. اقتربنا من الديوان الوطني لإنتاج الدواجن وتربية الأنعام للتقصي حول ما يروج له هذه الأيام. لا يتم تسويق أي منتوج قبل التحقق من مطابقته للمواصفات. أنا نطمن المستهلك الجزائري بأن هذه نقدر نقول إشاعات، أما إذا كانت موجودة، هذا الآخر دونك هي حالات استثنائية. إحنا ننصح المستهلك أنه لا يشتري دجاج ما يكونش فيه وسم. هادو لي سيرتيفيكات تاع الفيتيرينار تاع بالمسيني بلي الدجاج هذا صحي يجوز للاستهلاك. هادي سيرتيفيكات خاطر ما عندك سيرتيفيكا كيما هادي الدجاج متبوح أونوار، ما على بالكش منين جابوه. دايما هذه هي الصح خويا، كي تكون سيرتيفيكا نخدم، ما كان سيرتيفيكا ما نخدمش. تضارب إذن في آراء المواطنين وأهل التخصص البيطري. خضع للمراقبة الطبية من أمهات للوحدة المفارخ، لوحدة التسمين، للعلف، للماء اللي يشربوه، للأكل اللي يأكلوه، كل هذه تتخضع لتحاليل ومراقبة حتى يوصل دائما، حتى في المذابح، حتى يوصل الدجاج للمستهلك الجزائري. 20% من السوق الوطني للحم البيضاء يتحكم فيها الديوان الوطني لتربية الدواجن والأنعام، فيما يتبقى ما يقارب 80% في يد الخواص، والمراقبة الدقيقة تصنع الفارق بين صحة المنتوج وعدمه. ختام محطتنا المحلية لهذا اليوم، لقاؤنا يتجدد غدا بحول الله. العودة لك العربي، تفضل.